في الأعالي فوق السحاب. هناك عوالم مفقودة غير مستكشفة، قاسية لا ترحم، وإلى حد كبير يصعب توقعها. لكن على سفوح سلاسل الجبال العظيمة على سطح كوكبنا، الحياة موجودة بالفعل. على عكس التوقعات، هناك القليل من الحيوانات الاستثنائية والناس المميزين، يتخذون من أعلى الأماكن على الأرض وطناً لهم. البقاء على قيد الحياة في هذه البرية الجامحة يتطلب قدرة استثنائية، لكن بالنسبة لأولئك الذين يتغلبون على هذا العالم غير المضياف، فالجائزة هي الحرية. هناك جبال يمكن للفصول أن تتغير عليها خلال ساعات معدودة. في هذه الأماكن الشاهقة الارتفاع، التوقيت هو كل شيء. البعض يغتنم فرصته في الشتاء، فمع كل دقيقة تمر تزداد شدة الرياح هنا. لا مجال لتضييع الوقت. هذه الأخاديد الموجودة في الجبال تعمل كقنوات صرف للانهيارات الثلجية.
في منتصف الشتاء يصبح هذا العالم شديد التجمد.